السلام عليكم. نبدأ شرح محاضرة Polymers and Polymerization. بالبداية، كلمة Polymers هي High Molecular Weight Molecules، Macro Molecules يعني جزيئات كبيرة. تتكون من المونيمر اللي هو الأصغر وحدة مكونة للبوليمر. تترتب هذه المونيمرز ان تشينز بشكل سلاسل وتكون لنا البوليمر. طبعا من تتحول المونيمر الى بوليمر بعمليه برياكشن نسميه بوليمرايزيشن، راح تتغير خواص المونيمر. يعني ممكن يكون سوفت يتحول الى هارد، ممكن انه يعني يكون ليكويد يصير ربر، وات ايفر. إذا البوليمرايزيشن هي تحول المونيمر إلى بوليمر، وعندنا طريقتين للبوليمرايزيشن، يا إما أديشن أو كوندنسيشن. أغلب تفاعلاتنا بطب الأسنان هي من نوع الأديشن رياكشن. عندنا مصطلح ديجري أوف بوليمرايزيشن، معناها إنه عدد المونيمر إن ذا بوليمر، يعني عدد المونيمر إن ذا ماكرو مولكيولز في جزيئة البوليمر. كل ما يكون الديجري اوف بوليمرايزيشن اعلى، يعني كل ما تكون عدد المونيمرز اعلى ان ذا مايكرو مولكيولز، معناها حتكون الفيزيكال بروبرتيز افضل. اول تفاعل هو كوندنسيشن رياكشن اور كوندنسيشن بوليمرايزيشن. اذا تلاحظون بالصيغه الكيميائيه لهذا التفاعل، عندنا M1 وM2، يعني عندنا two types of monomer، المونيمر الاول او الثاني او ممكن يكون اكثر. المهم انه راح يصير عندنا كوندنسيشن، يعني يتفاعل المونيمر الاول ويتفاعل المونيمر الثاني ب الجزء الطرفي منها اللي هو نسميه الرياكتيف جروبس، اللي هو الاكس والواي. يتحد الاكس مع الواي من طرف معين ويطلع الاكس والواي من الطرف الاخر as by product. يعني حيصير عندنا الM1 اللي طرفه x بx، الM2 اللي طرفه y بy، الy يتحد مع الx، وبالتالي يتحد الM1 مع الM2 ويطلع لنا الy والx من الطرف الثاني as by product. بينما in the addition reaction حيكون عندنا one type of monomer. هذا الـ وعنده طرف اللي نسميه free radical، يعني اكو فد رياكشن معين يحول هذا المونيمر الى 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 هاي رياكتيف، فتبدي تتسطر المونيمرز الى عدد معين، فتكبر سلسله المونيمرز، تبدي تتحد وحده مع هو نفسه اللي هو هنا، يعني M1 نوع واحد من المونيمر يتحد واحد مع الثاني، هذا الطرف الرياكتيف يتحول الى المونيمر الثاني والثالث والرابع الى اخره، الى ان تكمل سلسلة بي بوليمرز. Stage of activation addition polymerization. هنا طبعا احنا شرحنا الاديشن فقط لانه ركزنا عليها، لانه اكثر تفاعلاتنا بمواد طب الاسنان هي من نوع الاديشن polymerization. اول شيء حيصير عندنا activation. ايش قلنا احنا بالبدايه بالستادي اللي قبله؟ قلنا احنا حتى يتفاعل المونيمر الاول مع المونيمر الثاني اللي هم نفس النوع، لازم يصير عندنا free radical، لازم اكو فد initiator، مادة نحفز بيها التفاعل، يحول المونيمر الاول الى free radical حتى يبدي يتحد مع المونيمر الثاني والثالث وهكذا. هذا الانيشيتر، هذا المحفز، قد يكون حرارة، قد يكون light، قد يكون chemical، يعني مادة معينة مثل البنزويل بيروكسيد نستخدمها اكثر شيء as an initiator، او radiation. بدينا اول شيء بالاكتيفيشن، بعدين حيصير عندنا انيشيشن، يعني اول شيء احنا حفزنا الفورميشن، سوينا الفري راديكال، صار المونيمر هايلي رياكتيف، يبدي المونيمر بعدين يتفاعل مع المونيمر الاخر حتى يعني يصير عندنا البوليمر تشين. The activation and initiation ممكن انه في بعض الكتب تقرون عنها مصطلح induction stage. عندنا هواي عوامل ممكن انه تاثر على هذه الخطوه.
يا اما يكون عندنا impurities شوائب تزودت مدة التفاعل، او يكون عندنا التمبرتشر. كل ما يكون عندنا هاي تمبرتشر اكيد حيكون عندنا يقل وقت التفاعل، يعني يكون التفاعل هنا البروباجيشن يعني معناها راح تبدي السلسلة تطول ويبدي يصير عندنا هواية بوليمرز تتحد، سوري المونيمرز تتحد، وهذه الرياكتيف سايد او اللي نسميه الفري الكترون يصير فيها شيفتنج دائما، تتحول الى نهاية the chain the growing chain وتتحد مع مونيمر اخر وتكبر الى الى اي الى حد معين ويتوقف عندنا التفاعل، وهذا اللي نسميه termination، يبدي ينتهي التفاعل. يا اما المونيمر تخلص، او انه يعني يصير عندنا يعني dead chain، يعني هذه الطرف المتفاعل الطرف الاكتيف بالاخير يا اما يتحد مع سلسله ثانيه وتنغلق السلسله، او يكون عندنا مثلا يعني تخلص المونيمرز ويخلص يتوقف التفاعل فتصير ديد رياكشن، او يكون عندنا شوائب هي اللي راح تتحد مع هذا السايد الاكتف وتنغلق الفورميشن اوف يعني اتحاد المونيمرز. Factors affecting the properties of the polymer. طبعا اكيد المولكيولر ستراكشر يعني هي اكثر عامل مؤثر على خواص the polymer، يعني مثلا for example اذا يحتوي لنا مثلا المولكيولز على فينيل جروب يكون ريجيد اكثر من اللي يحتوي لنا على كربون كربون بونز، او مثلا يحتوي على السيليكون اوكسجين بونز يكون مور فلكسبل. اذا هو اللي يحدد طبيعه البوليمر هي المولكيولز الستراكشر اوف ذا مولكيولز انسايد ذا بوليمر. الفاكتور الاخر هو سبيشال ستراكشر، شكل التشينز اللي راح تصير بعد نهايه التفاعل، يا اما تكون لينير عدله مسطره المونيمرز واحده يم الثانيه، او تكون برانشد متفرعه. اذا مشوا مثل هذه الصوره اللي تشوفوها بالاسفل على جهه اليسرى، هذه برانشد متفرعه او كروس لينك، يعني مرتبطه السلاسل مع بعضها بطريقه معينه مرتبطه مع بعضها. طبعا هذا الكروس لينكينج هو ينطينا قوه اكثر ويزيد الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا بوليمر. اغلب الاديشن بوليمرايزيشن يكون من نوع يطلع لنا لينير بوليمرز. كروس لينكينج حتى يصير عندنا الكروس لينكج بتوين تشينز فنحتاج انه نحط كروس لينكينج ايجنت، ماده اضافيه نضيفها للتفاعل حتى ترتبط هذه التشينز ببعضهم. فائدة الكروس لينكينج طبعا قلنا يحفز يعطينا يعني good physical properties. ليش راح يحسن صفات البوليمر؟ لانه حيقيد التشينز، يقلل حركة التشينز، يعطيها ينطي البوليمر hardness، ينطي resistance for the wear, for the solvent, for the thermal changes and decrease the water solubility. كل هذا شوفوها هي physical properties. إذا إحنا كل ما نربط السلاسل مع بعضها كل ما تتحسن the physical properties of the material. الفاكتور الآخر هو monomer distribution in the polymer. Monomer distribution in the polymer. عندنا أول نوع من البوليمرز نسميه homo polymer. هذا بنوع واحد من المونيمر، يا اما يكون لينير او برانشد. اذا هو يعني مرتب بطريقه يعني بسيطه، نوع واحد من البوليمر، يا اما تكون لينير او تكون متفرعه بطريقه بشكل معين، او نسميه كو بوليمر. هذا يحتوي لنا على تو تايبس اور مور اوف ذا مونيمر.
ترتيب التو تايمز هذه او المونيمرز المختلفه تكون ترتيبها بشيء يا اما يكون راندوم او يكون بيكون متبادل، يعني المونيمر الاول بعدين الثاني بعدين الاول بعدين الثاني، او بشكل بلوكس او جرافت. هسه راح نشوف كل وحده من عندهم شلون راح يصير شكلها. افضل هنا اذا يعني نشوف الصوره تشوفون الالترنيتنج، يعني المونيمر الاول والثاني بعدين الاول والثاني تترتب راندوم يعني بشكل عشوائي ماكو في طريقه معينه لترتيبها. بلوكس يعني معناها كل مجموعه مونيمر بعدد معين ثابت من النوع الاول، بعدين تجينا مجموعه ثانيه من المونيمر بعدد معين من النوع الثاني. جرافت هنا نريد تشوفون انه هذا نوع من الكوبوليمرز، يكون المونيمر الاول هو السلسله الاساسيه والمونيمر الثاني يكون البرانشز اوف ذا تشين. من الفاكتورز ايضا اللي تاثر لنا على البوليمر هي المولكيولر ويت. كل ما يكون نعرف كل ما يكون المولكيولر ويت اعلى كل ما يكون عندنا السوفتنينج والميلتينج بوينتس هاير، يكون ستيفر. الديجري اوف بوليمرايزيشن اللي تحدثنا عنه في بدايه المحاضره كل ما يكون اعلى كل ما تكون عندنا سترينث اكثر، و يعني والفيزيكال بروبرتيز افضل. وايضا وجود الفيلرز اند بلاستيسايزرز، الفيلرز اللي اخذتوها بالكومبوزيت قلنا تنطينا سترينث وتقلل لنا الشرينكج يعني بيها تعطينا مواصفات مميزه للبوليمر، والبلاستيسايزرز اللي راح نحكي عنه ايضا بها في هذه المحاضرة. بصورة عامة البوليمرز يا اما ثيرموبلاستيك او ثيرموستاتيك. الثيرموبلاستيك يعني معناها انه هو بعد ما يخلص الرياكشن يصير سوليد، يعني يخلص الرياكشن ويبرد يبرد التفاعل ويصير سوليد. باي هيتينج ممكن انه يرجع سوفت، بهذا ناخذ عليه مثال فلكسيبل دنشر، الدنشر اللي هو اللين نتحدث عنه ايضا في هذه المحاضره، اللي راح يكون مثلا هو عاده سوليد ورا ما تحول المونيمر الى بوليمر، وباي هيتنج ممكن يصير بلوع عن الفلكسيبلتي. النوع الثاني ثيرموستاتيك، لا هنا بعد ما يخلص البوليمرايزيشن ويتحول المونيمر الى بوليمر صار هارد ما ممكن يصير بيه سوفتنينج باي هيتنج. او يعني اكثر شيء بالانواع البوليمرز اللي بيها كروس لينكينج. اول شيء احنا راح نبدا نتحدث عن اول تايبس من البوليمرز واللي هو وايدلي يوزد واللي هو اكثر شيء احنا اقدم نوع من البوليمرز هو الدنشر بيز بوليمر. نقصد بالدنشر بيز هو جزء الدنشر that will rest on the soft tissue and does not include the artificial teeth. هاي الصورة تشوفون هذا الجزء الوردي اللي هو راح يثبت على السوفت تيشو، يقعد على السوفت تيشو، هو هذا نقصد بـ denture base، عدا الأسنان اللي موجودة اللي تثبت فوق الـ denture base. denture base احنا يا اما يكون عندنا ميتاليك، وايضا عندنا محاضرة عن الميتالز، او يكون الاكريليك اللي هو الموست وايدلي يوزد حاليا هو الاكريليك اللي نوع من البوليمرز، او قلنا اللي الميتال. requirement of the denture base polymers، هذه requirement هذه الايديال requirement، يعني مو شرط موجوده بالماتيريالز اللي مو شرط كلها موجوده بالماتيريالز اللي احنا نستخدمها حاليا، وانما هذه الايديال بروبرتيز اللي احنا يعني اللي قد يعني بالمستقبل نقدر نحصل على ideal material بها كل هذه ال requirement of denture based polymers. بالبداية عندنا ال physical properties. The appearance أهم شيء يهم المريض هو ال appearance of the denture، كل ما يكون ينطي natural colors inside the oral cavity خاصة soft tissue gingiva، كل ما يكون more comfortable for the patient، وخاصة الأجزاء اللي تكون visible عند من المريض يفتح حلمه. فمعناها إنه الأكريليك polymers تكون أفضل يعني من ناحية الشكل
يعني يرتاح لها المريض اكثر من الميتال دنتشر بيس. النقطة الثانية هو اجلاس الترانزيشن تمبرتشر، وهذه مهمة الصفة ان ذا بوليمرز. جلاس ترانزيشن تمبرتشر، هذه التمبرتشر اللي تبدا بها التشينز السلاسل اوف ذا بوليمرز تتحرك، يعني بما معناه الدرجة اللي راح يتحملها الدنشر وما راح يصير بي ديفورميتي، ما راح تبدي تشينز تتحرك ويصير عندنا ديفورميشن اوف ذا ماتيريال. اذا قلنا مثلا التي جي فور ذا بوليمر 60، معناها هو يتحمل الى درجة 60. اذا قلنا 70 معناها ما يتحمل، يعني اكثر من 70 ما ممكن نعرض الدنشر الى هذه الدرجة من الحرارة، يعني هذه التمبرتشر. زين، يعني معناها انه الاورال كافيتي، عادة الاورال كافيتي التمبرتشر انسايد ذا اورال كافيتي حوالي من 32 الى 37%، ممكن انه درجة مئوية، عفوا ممكن انه المريض ياخذ هوت درينكس توصل الى 70 درجة مئوية. معناها احنا لازم نحسب حساب انه الدنشر انسايد ذا اورال كافيتي لازم يتحمل درجة حرارة the hot drinks. إضافة إلى أنه ممكن أنه المريض ينظف الدنشر by in boiling water، يعني يوصل إلى درجة حرارة 100، فالمفروض أيضا الدنشر يتحمل هذه درجة الحرارة. إذا كان نوع البوليمرز تي جي اوف ذيس بوليمر 70، معناها احنا لازم ننبه المريض انه ما يحطه انسايد ذا بويلينج ووتر. سبيسيفيك جرافيتي، يعني معناها هاو ماتش ذا دنتشر از لايت، خفيف. لو نجي نقارن البوليمرز تكون يعني اوزانها خفيفه، يعني السبيسيفيك جرافيتي مالتها قليله مقارنه بالميتلز، فتكون مريحه اكثر للمريض. Thermal conductivity توصيل الحرارة للماتيريال. البوليمرز عادة هي تكون thermal insulator، يعني غير موصلة للحرارة، فيعني عازلة للحرارة، فمرات انه المريض ما يحس بدرجة حرارة الاشياء اللي يشربها. هذه طبعا يعني صفة تنحسب للميتال، الميتال هو موصل للحرارة، فيحس المريض بالناتشرال فيلينجز إذا كان الدنشر ميتال، بينما إذا كان بوليمر لا، بالعكس راح يحس إنه يعني يعزل الحرارة وما راح يحس بدرجة حرارة الأشياء اللي يشربها. وممكن في بعض الأحيان إنه هو يشرب في شيء حار وما يحس به ويوصل للفارينكس ويأذي نفسه بسبب وجود الدنشر. dimensional stability، احنا طبعا واحدة من الاشياء اللي احنا اكيد تعرفتوا عليها بمحاضرة الكومبوزيت، انه ورا ما يصير عندنا رياكشن يتحول المونيمر الى بوليمر، راح يصير عندنا نوع من dimensional changes mostly dimensional shrinkage. يعني ممكن انه تقل بطرق معينه او نعوض عنها ايضا بعده طرق نتحدث عنها في هذه المحاضره ايضا. المهم انه الدنشر الصفه اللي الايديال بروبرتيز اوف ذيس دنشر انه ما تتغير عنده دايمنشنال ستيبيليتي وما تتغير عنده الدايمنشنز اوفر تايم. ممكن ان يصير عندنا هذا تشينج بسبب الثيرمال سوفتنينج، يعني يتعرض الى درجة حرارة يعني عالية. continuous polymerization، يعني معناها انه احنا ما كامل، مو كل المونيمر تحول الى بوليمر، فالتفاعل بعده مستمر، معناها انه احنا دي يصير عندنا changes in this material. water absorption، يعني absorption يعني يصير عندنا امتصاص للماء. في بعض الماتيريالز عندها هاي الخاصية انه تمتص الماء وتتغير ابعادها، أو internal stresses يعني because of. الصفة الأخرى هي the radio opacity، يعني denture
should be already opaque by in the X-ray, يعني يصير لونه أبيض. في حالة إذا مثلاً المريض بلع الدنشر because of accident, يعني بسبب معين أو يعني حركة معينة, أو انكسر الدنشر والبيس مالته دخلت inside يعني GIT for example, فحتى يبين in the X-ray ونقدر نعرف مكانه فلازم يكون لونه أبيض radio opaque. مشكلة البوليمرز الأكريليك بوليمرز هي not radio opaque, يعني ما تبين in the X-ray, وهذه الصفة يعني تكون موجودة بالميتال denture base اللي المعدني اللي ممكن انه نشوفه يعني يبين بسهولة by the radiograph. Mechanical properties. Mechanical properties elasticity. High elasticity يعني معناها elastic limit, high value أو elastic limit معناها من يتعرض إلى stresses of biting and mastication ما راح يصير بي deformation, ما راح يعني يتشوه شكل الدنشر. عنده resistant for the fracture يعني good strength. عنده resistance for the abrasion يعني ما راح يصير بي wear of the material by venous. Chemical properties, the material should be inert, not insoluble, يعني ما يذوب in the oral fluids, ما يصير بي absorption للفلويد, any fluid for like water or saliva. طبعا يعني not harmful to the technician, not toxic, not irritant. هاي كل المواصفات اللي هي نشوفها بكل الماتيريالز اللي ما لازم تكون موجودة in all the materials used inside the oral cavity. Other properties اللي لازم يعني سعره مناسب, long shelf life, easy to fabricate, easy to repair, يصير اكو بي adhesion to plastic, to the metal and porcelain. ما راح يجي الميتال والبورسلين, راح يجي من الأجزاء اللي احنا راح نربطها بالدنشر, التيث مثلا, الكلاسب of the denture, هذا الجزء المعدني اللي راح يعني يصير حول الأسنان ويثبت الدنشر نسميه الكلاسب. يعني معناها انه لازم عنده قابلية انه يصير بي adhesion مع الميتال والبورسلين. بورسلين يعني الأسنان, أسنان البورسلين, حتى ما يعني نفقدها أثناء اليوز of the denture. Without test and other and easy to clean. كل الصفات اللي تحدثنا عنها سابقا قلنا هذه ideal properties, يعني مو شرط, قلنا هي ما موجودة, بعضها موجودة بالmetal denture base, بعضها موجودة بالacrylic denture base, بس لحد الآن ما عندنا الماتيريال اللي تستوفي كل هذه الصفات. الacrylic بوليمر هو نسميه الاسم العلمي بولي ميثل ميث اكريليت. اذا المونيمر المكون له هو الميثل ميث اكريليت, ميثل ميث اكريليت, وهذا المصطلح ايضا يعني دائما حتستخدموه in dental material. بولي ميثل ميث اكريليت هو الاكريليك بوليمرز اللي يكون لونه شفاف, glass like بوليمر. صفاته كمونيمر نوت بوليمر, صفات المونيمر نوت, انتبهوا صفات المونيمر نوت ذا بوليمر اللي استخدمتوه بالمختبر, يكون لونه colorless, viscosity liquid, low viscosity liquid, boiling temperature حوالي 100, الادر مالته مميز جدا, flammable قابل للاشتعال, allergen يعني يسوي لنا allergy, ولهذا لازم تاخذون precautions when you are using this monomer. Stored in direct bottles, إذا انتبهتوا أنه البوتلز اللي محفوظ بها المونيمر هذا liquid, الليكويد اللي هو المونيمر الأصلى liquid, dark يعني لونها غامق, high vapor pressure يعني ممكن يتبخر بسهولة. هذه كلها صفات the monomer. لحد الآن إحنا ما متحدثين عن البوليمر, قلنا من يتحول المونيمر إلى بوليمر تتغير كل هذه الصفات
ويطلع عندنا النيو. Classification of polymeric denture veins. عندنا النوع الأول اللي بشكلين يا اما يجي powder and liquid اللي هو نسميه heat processing أو heat processed، يعني اللي يتحفز التفاعل by heat، يجي اما بشكل powder and liquid أو يجي بشكل plastic cakes، يعني نشكلها وبالشكل اللي نريده ونعرضها إلى حرارة حتى يبدأ التفاعل. النوع الثاني أيضا بشكلين اللي هو auto polymerized، يعني ما يحتاج إلى حرارة، نسميه cold cure acrylic for example، يجي powder and liquid، مجرد أنه نخبط powder and liquid يبدأ عندنا الرياكشن نفسه اللي استخدمته in the lab. وأكو أيضا يعني powder and liquid، وأكو النوع الثاني الشكل الثاني نسميها pore type resin، أيضا راح نشرحها بالمحاضرة. النوع الثالث قلنا thermoplastic، تحدثنا عنه بداية المحاضرة، اللي يصير soft by heating، يعني حتى يعني بعد ما يخلص التفاعل. النوع الرابع اللي هو يصير بactivation، التفاعل يصير بactivation by light. والنوع الخامس اللي التفاعل يصير بactivation by microwave. Type 1 and Type 2 اللي هو الـ Heat Cured والـ Cold Cured Acrylic، يجينا بشكل Powder and Liquid. الباودر يحتوي على Polymethyl Meth Acrylate Beads، حبيبات صغيرة، يعني Beads مثل الذرات من البوليمر اللي هو يصير مثل الـ Nucleus، فالنواة حتى تتجمع عليها الـ Chains اللي راح تتكون by Reaction. والانيشيتر اللي قلنا عنه هو الموستلي بنزويل بيروكسايد. بيجمنتس يعني البينك كلر اللي يعطينا شكل النورمال كلر اوف ذا سوفت تيشو، ومرات يشوفون بيه فد فايبرز سمول فايبرز تعطينا شكل الفينز ان ذا سوفت تيشو. الليكويد اكيد هو نعرف به هو المونيمر الميثل ميث اكريليت، وينضاف له الكروس لينكينج ايجنت حتى يحسن الفيزيكال بروبرتيز اوف ذا ريأكشن، وينضاف له انهبيتر هيدروكوينون. هذا الانهبيتر فائدته تو انهبيت او بريفنت ذا بوليمرايزيشن ديورينج ستورج، يعني اثناء ما يكون مخزون المونيمر ينضاف له انهبيتر حتى يمنع التفاعل اثناء خزن المونيمر. اذا الهيدروكوينون هو يعني تنتبهون هو to prevent polymerization، البنزويل بيروكسيد to initiate polymerization. عندنا الاكتيفيتر اللي هو طبعا يعني الاكتيفيتر فقط موجود بالانواع اللي هي self cured او نسميها auto cured او cold cured polymers، اللي هو يعني يسوي لنا activation for the reaction. باقي الأنواع اللي هي activated by heat, by microwave, by light، ما تحتوي لنا على هذا النوع من الاكتيفيتر. نجي للplasticizers. ينضاف الplasticizers إما يكون موجود بالliquid or the powder or the liquid. من اسمه plasticizers ينطينا ليونة يسوي لنا lubrication for the chains، ينطينا نوعا ما يعني softer polymers، increase the solubility of the polymer inside the monomer. يعني إذا كل ما يكون عندنا plasticizer أكثر، كل ما يكون عندنا البوليمر softer and more resilient. وبعد ما نخبط الباودر عند الليكويد ويبدأ يتحول عندنا الميثل ميث اكريليت انتو بولي ميثل ميث اكريليت، حيصير عندنا قلنا في كل النوع البوليمرايزيشن حيصير عندنا شرينكج. هذا النوع من البوليمر حوالي يصير عندنا 21% شرينكج، او يعني تعتبر هذه الحقيقة يعني نسبة عالية. واكيد حسيتوا اثناء التفاعل من اشتغلتوا بالمختبر انه التفاعل اكزوثيرميك، يعني تحسون بحرارة اثناء عملية البوليمرايزيشن. وممكن يصير عندنا في حالة عندنا السيلف كيورد، قلنا اكو هيت كيورد والسيلف كيورد، ممكن يصير عندنا بالسيلف كيورد نسميه ريزيجوال مونيمر، يعني بقايا المونيمر انسايد ذا بوليمرز.
فلهذا السيلف كيورد اكريليك او الاوتو كيورد او الكولد كيورد اكريليك ما نستخدمه از بيرمننت دنتشر بيز، يعني نستخدمه حتى نسوي به الريكورد بيز، نستخدمه حتى نسوي به يعني سبيشال تري فور اكزامبل، مثلا نستخدمه في الدنتشر بيز اللي هو مؤقت temporary، ما نستخدمه ك permanent denture base. هذا الكولد كيور ليش؟ لان يحتوينا، انتبهوا عليها، يحتوينا على residual monomer، بقايا المونيمر inside the acrylic تأذي the soft tissue. قلنا it is allergen، it is يعني بطعم معين، بريحة معينة، ف shrinkage أكثر، لأنه أكو التفاعل بعده مستمر ولو بنسبة ضئيلة يعني. حتى نقلل ال shrinkage of the material لازم نضبط مقدار البوليمر on the مقدار الباودر on the liquid، اللي هو لازم يكون 2.5 إلى 1 by weight، حتى نقلل احتمال نقلل نسبة البوليمرايزيشن shrinkage. إذا كان الباودر أكثر من النسبة المطلوبة حيصير عندنا dry mix mixery، ويصير مثل يعني يسميها granular porosities، حبيبات بال يعني مثل الحب بالدنشر، ما يصير مثل الشيء اللي احنا نريده. يبدي عندنا من نبدي الميكسينج، هاي اكيد انتو عرفتوها وشفتوها باللاب، نخبط الباودر عن ليكويد بالنسبة اللي قلناها. الميكسينج حيكون عندنا ان جلاس جار، في شيء زجاجي، يمكن جبتوا فنجان انتو ولا اتصور يعني، يكون دراي كلين جلاس جار. حتى الميكسينج طبعا وذ ستينلس ستيل سباتشولا، في سباتشولا خاصه ستينلس ستيل، ونبدي نسوي له ميكسينج ونتحول، يبدي يتحول تو فورم دو ستيج، هذه العجينه اللي راح نشكلها بالشكل اللي ستيج اوف ميكس. اول شيء الساند ستيج الرملي، اول ما نبدي نخبط الباودر عند ليكويد، بعدين يصير ستيكي بحيث ما نقدر نشيله من الجلاس جار، يلزق بالفينجرز بالسباتشولا وراها تبدي الدو ستيج اللي هو يقل الستيكنس اوف ذا ماتيريال، ونقدر نرفعها فروم ذا جار او ميكسينج جار ونشكلها بالشكل اللي نريده، يعني تكون the dough stage is workable، يعني قابلة صالحة للعمل و تحولها للشكل اللي بعدين. ورا ما شكلناها راح يبدي يصير rubber stage. هنا طبعا بعد ما نقدر نغير اي شيء من الماتيريال، يعني بدا عندنا التفاعل، بدات تكون not plastic، ما not workable، ما نقدر نشكلها، وانما راح ننتظر الى ان تتحول الى stiff stage و يعني hard و very dry. الوقت تقريبا من اللي يعني حتى يعني نوصل للدو stage تقريبا اقل من 10 دقائق، اذا كان الجو طبعا درجة الحرارة الworking time حوالي 5 دقائق، اللي هي لازم يكون يعني الفترة اللي نقدر نشكل بها الدو ستيج أو الدو ماتيريال. وممكن انه طبعا كل ما يكون الجو ابرد كل ما تكون يعني ممكن انه المدة تصير اطول. في حالة الهيت كيورد اكريليك نفس هذه الستيج، ولكن بعد ما تحول كملنا هذه الستيجز راح نرجع ندخله انسايد هيت بروسيس، ونبدي عندنا يكمل التفاعل باي هيتنج. اذا نفس البروسيجرز اللي سويناها بالكولد كيور، بس من وصلنا للدو ستيج راح نحط الماتيريال، من نوصل للدو ستيج راح نحط الماتيريال انساد فلاسك وندخله ان ووتر باث في حمام مائي حار، حتى يبدي يكمل عندنا التفاعل ويتحول الى هارد ماتيريال.
حتى يعني نكون الموضوع أوضح بالنسبة لكم، يمكن يعني نشرح على الصور. هذا اللي تشوفوه، هذا العلبتين هي الفلاسك. This is the metal flask. يعني تنفتح بها جزء، يعني جزئين، القاعدة والغطاء. وهذا طبعا اثنين، حتى واحد for the upper denture and the second for the lower denture. هنا طريقة المولدينج تكنيك. المولدينج تكنيك، احنا طبعا من سوينا ال الدنشر بيز اللي هو الاصلي اللي هو من الكولد كيور، ونريد نحوله الى هيت كيور، وثبتنا الاسنان باي واكس، او انه احنا سوينا اصلا الباترن باي واكس، يعني سوينا شكل الدنشر بالواكس وثبتنا الاسنان على الواكس. اذا هاي الخطوه الاولى نسميها البريبريشن اوف ذا واكس دنشر باترن، شكل شكل الدنشر حيكون يعني شكله بواسطه الواكس. بعدين حنسوي المولد، يعني هذا اللي هو يشمل لنا الفلاكسينج اند دي واكسينج. هذا العلبه المعدنيه تنفتح ونحط بداخلها الواكس الدنشر اللي هو الشمع، يعني دنشر مصنوع من الشمع، و نسوي له بال انفستمنت ماتيريال. وبعدين الانفستمنت ماتيريال راح تاخذ شكل الواكس، نسوي دي واكسينج، نشيل الواكس، وحيطلع عندنا الريبليكيشن اوف ذا باترن، يعني وكانه بدنا ناخذ طبعه شكل الدنشر المصنوع من الواكس. نحط سيبريتنج ميديا، مادة عازلة، وبعدين نجيب الدو ماتيريال اللي هي خبطناها ونحطها انسايد هذا السبيسز اللي صارت بيكوز اوف واكس اور تيث. تنضغط، نشيل الزايد، تنضغط اندر ذا بريشر، و نحطها ان ووتر باث، وبعدين ورا ما نكمل نبردها ونسوي لها دي فلاسكينج. يمكن هذه الصورة أوضح. تشوفون هذا الأبيض اللي على الجهة اليمنى، طبعا هاي ذي ورا ما شلنا الواكس وبقت فقط الأسنان. والانفستمنت ماتيريال هو مثلا فور اكزامبل الجيمسون برودكت البلاستر، أخذ شكل الواكس اللي كان موجود أو شكل الدنشر المصنوع من الواكس. هسه راح نجي نحط الأكريليك، الهيت كيورد أكريليك، مكان هذا السبيس اللي كان مليان واكس، نحطه نسوي له باكينج، اكريليك باكينج، نشيل الزايد، نسد الفلاسك، نضغطه حتى يعني ببرجر معين، وبعدين ندخله الى الووتر باث حتى يتحول الدو ستيج اوف ذا اكريليك انتو هارد. عندنا الووتر باث يا اما لونج سايكل او شورت سايكل، يعني كل وحده من عندها يعني بها صفات يعني خواص معينة. المهم يعني تاخذون فكرة انه هنا اذا اللونج سايكل درجة الحرارة اقل والتايم اكثر، واذا الشورت سايكل معناها التايم اقل ودرجة الحرارة اعلى. قبل ما نفتح الفلاسك ورا ما طلعناه من الووتر باث، مو رأسا نفتحه، فلازم نسوي له كولينج، والكولينج يكون سلولي، يعني ينترك وحدة الى ان يبرد تماما. اذا انفتح او سوينا له رابد كولينج، يعني بسرعه بردناه، حيصير عندنا وارمج، يعني ديستورشن اوف ذا دنشر. بعدين نفتح الفلاسك، فتحناه، بعد تشوفون هذه الصوره، تحول السبيس اللي كان موجود باي ذا واكس تحول الى الاسنان، وتحول الى اكريليك ماتيريال، ومرتبطه بها الاسنان. راح نشيله، ننظفه، نشيل الزايد، نسوي له فينيشينج بولشينج، ويكون الدنشر ريدي تو يوز. من الشرح اللي شرحناه، بروبرتيز اوف هيت كيورد اكريليك،
glass transition temperature of heat cure هذا طبعا for the comparison نقارنه مع ال cold cure acrylic. ال heat cure acrylic يتحمل درجة حرارة أعلى يعني ال GT مالته توصل إلى أكثر من 100. طبعا أكيد specific gravity مالته low because it is a polymeric material. It is a translucent يعني ما يبين في حالة الاكس راي مثل المتل. الشرينكج مالته حوالي 21%. شلون نعوض عن الشرينكج باي ووتر سوربشن؟ ليش احنا نبلغ المريض من لما يخلص الدنشر من المختبر دائما نشوف يحطوه بمي؟ ليش؟ لانه هذا الووتر سوربشن هو اللي راح يعوض لنا عن الشرينكج ان دي ماتيريال. فدائما الدنشر مجرد انه يطلع ينزع المريض يطلع من الاورال كافيتي يحطه كونتينر يحتوي على ووتر حتى لا يصير بيه جفاف ويصير بيه شرينكج. فاذا الووتر سوربشن هنا بيه فائده بالاكريليك ويعوض لنا عن الشرينكج اوف بوليمرايزيشن. ثيرمال اكسبانشن نحط نوعا ما الفيلرز هي تقلل الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن، وهذا اكيد تحدثنا عنه عرفتوه من اخذنا الكومبوزيت ماتيريال. ثيرمال كوندكتيفيتي طبعا الهيت كيور حاله حال باقي البوليمر مثل باقي الاثر من انواع الاكريليكس هي نوت يعني ما بيها ثيرمال كوندكتيفيتي يعني معناها it is a good thermal insulator. هاردنس لو هاردنس يعني ايزي سكراجد يعني اذا ممكن انه بسهولة يصير بي سكراتشينج مو مثل المتل. والسترينث مالته ايضا لو فممكن انه ينكسر، فيعني لازم اقوم نفهم المريض شلون يحافظ على الدنشر مالته. ممكن يصير بي الدنشر نوع من اللي نسميه كريزينج يعني مثل يتفطر مثل ما نقول يعني. Causes of crazing dryness of the denture يعني طلعناه من الاورال كافيتي وما نحط بمي بكونتينر بمي فصار بي dryness فيصير بي يصير بي crazing. او استخدمنا في solvent معين غير مناسب للماتيريال. Differences in the thermal expansion between acrylic teeth and artificial teeth يعني اختلاف the expansion between the acrylic and the artificial teeth اللي مثبتة على هذا الأكريليك. ممكن انه المريض نظف الدنشر بـ bleaching agent غير مناسب للدنشر material، او انه ابو المختبر ما حط separating media قبل ما يسوي packing for the acrylic material. ايضا ممكن يصير بـ porosities because of underpacking يعني ما انضغط بشكل كافي الماتيريال in the mold، او انضغط اثناء الستيكي ماتيريال او الساندي يعني ما انتظرنا الى ان يتحول الى دو ستيج ونضغط الماتيريال inside the mold، او استخدمنا مونيمر زياده excessive مونيمر فصارت عندنا هذه البوروسيتيز، او انه ايضا ما استخدم السيبريتنج ميديا قبل ما يسوي باكينج for the material. شكل ال heat cured acrylic acceptable وعنده good color stability يعني يحافظ على لونه فترة أطول من ال cold cured. والدنشر بيز طبعا resin are insoluble in the oral fluid but soluble in most of solvent فلهذا يعني مو أي material ممكن نحط داخلها هذا الدنشر. اليرجي يعني قل ما يسوي لنا اليرجي رير فيري رير، مع ذلك انه اكو بعض الاشخاص عندهم اليرجي من الاكريليك. الهيت كيور اكريليك ما يسوي لنا اليرجي بقد الكولد كيور اكريليك، ليش؟ وهي تنتبهون عليها لانه ما المفروض انه كل المونيمر يتحول الى بوليمرز، ماكو عندنا ريسيديوال مونيمر وماكو عندنا كونتينوس بوليمرايزيشن. ايضا اكسبتابل test on the other of this denture base. بينما لو نجي نقارنه مع الكولد كيور اكريليك طبعا
مولكيولار ويت اقل، عندنا ريزيدوال مونيمر، عندنا يعني شرينكج اكثر، الجي تي مالته اقل ما يتحمل درجه حراره، السترينث اقل، الهاردنس اقل، والكالر ستابيليتي ايضا اقل، لان بي اكتيفيتر اللي تحدثنا عنه ايضا بالكومبوزيشن اوف ذا ماتيريال. فلهذا كلها هاي الاسماء بتخلينا ما نستخدمها as a permanent denture base، نستخدم الهيت فقط. الشيء المميز به هو short working time، ما يحتاج الى الووتر باث والباكينج والفلاسكينج وكل هذه التفاصيل، وانما يتحول الى hard بسهولة. اكيد انتم شفتوا بالمختبر شلون يعني الworking time مالته اقل، فيفيدنا حتى نسوي به اشياء معينة temporary بشكل يعني نستخدمها بشكل مؤقت. هذا النوع ايضا من الموديفيكيشنز اوف ذا اكريليك ماتيريال نسميه بور تايب دنتشر رزن. من اسمه بور تايب يعني مو بور يعني ينصب، معناها كمية الليكويد بي اكثر والباودر اقل، ونصبه انسايد فليكسيبل مولد ويصير بكيورينج ات روم تمبرتشر، نفس الكولد كيور اكريليك نفس المواصفات مالته، بس حتكون كمية الليكويد اكبر. معناها انه احنا راح نخسر هواية من الميكانيكال والفيزيكال بروبرتيز، حيكون عندنا ريزيدوال مونيمر اكثر، معناها اليرجي اكثر، معناها شرينكج اكثر، بوسيبيليتي اوف ديستورشن يصير بي ايضا. الادفانتجز مالته انه هو يعني ممكن انه المولد مالته لانه فلكسبل بسهوله ينشال من المولد وما يحتاج هواية فينيشينج، فممكن انه يسوي لنا فد شغل يعني سريع في حالات معينه. المايكروويف مثل ما قلنا ينحط انسايد المايكروويف، اذا معناها الفلاسك مالته نوع خاص يحتاج الى نون ميتاليك فلاسك و سبيشال فورمولييتد رزن، ويعني ينحط انسايد المايكروويف وموجود اذا تحبون بالمختبر ايضا ممكن انه راويكم اياه يعني تتعرفون عليه. نحط انسايد المايكروويف حتى يصير ب اكتيفيشن و بوليمرايزيشن. طبعا البوليمرايزيشن هنا طبعا الفيزيكال بروبرتيز مالته اكسبتابل، و يعني المايكروويف اكيد هو يسرع البوليمرايزيشن رياكشن. Visible light cured resin هذا يجي بشكل pre-mixed sheet، يعني مو powder and liquid، sheet خاص يكون soft، نسوي له adaptation ونشكله بالشكل اللي نريده ونعرضه الى light معين حتى يصير فيه polymerization. اذا هو يحتوي لنا على photo initiator system، هذا يشبه ال visible light cured composite، يحتوي على photo initiator by light يبدا عندنا الرياكشن ويتحول يتحول الى هذه البري ميكس شيت انتو هارد ماتيريال. ما ممكن طبعا هذا ما نسوي له يعني فلاسكينج بالطريقه اللي عاديه. طبعا هنا ايضا يعني يتعرض الى لايت بسورس اوف لايت معين يعني وقت معين وقت محدد، وبعدها ورا ما نطلعه نسوي له فينيشينج وبولشينج بالطريقه نفسها. هذه البري ميكس شيت يعني علبه تجي بها قطع جاهزه، نشكلها مثل ما تشوفون في الصوره ونقصها وبعدين نسوي لها كيورينج باي لايت. اخر شيء حيكون عندنا الفلكسيبل دنتشر، هو نوع من الثيرموبلاستيك ماتيريال، وقلنا هذه اللي هي يعني تكون هارد باي كولينج وتصير سوفت باي هيت، وحتى نسوي من عندها هذا النوع من الدنتشر بيز ماتيريال نسميه فلكسيبل دنتشر بيز. نقارنه مع الكونفنشنال دنتشر بيز، طبعا الكونفنشنال ممكن يصير بيه فراكتشر، بينما الفلكسيبل اقل احتمالية الفراكتشر لانه في نوع من الليونة، والاكريليك ممكن يصير عندنا اليرجي للمونيمر، بينما بالفلكسيبل
نوع الماتيريال تختلف، يكون عندنا free of monomers and وايضا حتى metal ما بيه، يعني الدنشر العادي نحط بيه الكلاسب اللي هو الجزء المعدني اللي يثبت الدنشر على الاسنان، هذا لا يعني راح نستفيد من الليونه مالته من الفلكسبيليتي حتى يثبت inside the oral cavity، فيكون more comfortable للمريض، ويعني بسهوله يصير بي engagement in the undercut ويثبت، والاستاتيك مالته افضل لانه ما بي هذا الجزء المعدني او الفلاسك المعدني، والفابريكيشن مالته تايم مالته اقل، ما يحتاج هواي خطوات. مع ذلك هو يستخدم as a temporary. ليش يستخدم as a temporary؟ لانه الهاردنس مالته اقل، ممكن يصير بي roughness cannot be يعني easy scratched، يخشن بعد فترة قليلة. هذا الchanges اللي بي يعني يبرد وبعدين يصير بي soft ويصير بي hard، ورا فترة يفقد softness مالته، ما ممكن يصير بي relining or repaired، ما ممكن نعدله، ومعناها يعني لازم يعني ورا فترة يتبدل ونسوي واحد ثاني غيره. ماكو عندنا ميكانيكال بروبرتيز بين ذا يعني سوري الاسنان الاكريليك، وماكو هذا الريتينشن ما موجود اللي هو بين ذا اكريليك تيث والفلكسيبل دنشر، فممكن انه يصير عندنا دي بوندينج يعني توقع الاسنان من الدنشر بيز. ان شاء الله تكون المحاضرة واضحة، واي سؤال ممكن تسألوني باي وقت، ويعني اتمنى نكون غطينا الموضوع بشكل مختصر.